أنا معكم أخوتي سلام ربيسوع بقلوبكم بالحلقة الثالثة. عم بحكي لكم من كتاب صوت من العالم الآخر، وهيدا قلت لكم حكي رؤية رسالة بين رهبتين عم يحكوا مع بعضهم، راهبة من العالم الآخر وراهبة من عالمنا. وشرحت لكم بالحلقة الأولى كيف إنه في راهبة عم بتشوف راهبة من المطهر وعم تطلب منا الصلاة، وعم بفسركم بحلقات كيف عم بيتم هيدا الأمر وصولا اللي صار مع القديسة مارغريت. وقلت لكم بأول حلقة من الكتاب هيدا اللي فكرته أنا بالأول الكتاب معمول القديسة مارغريت هي اللي عملته، طلع لا إنه هي مذكور إنه كمان صار معها نفس الشيء. بدي كمل هون أخوتي مع الرهبتين. تسألها الرهبة اللي بعلمنا هيدا، بتسألها للرهبة اللي بالمطهر وبتقلها أين توجد الأخت فلانة، ما بيسموا الاسم، أين توجد الأخت فلانة اللي هي بتعرفها واثنيناتهم بيعرفوها. شو بتجاوبها الراهبة المطهر؟ بتقلها إنها في المطهر الكبير حيث لا تقبل عنها صلوات أحد إطلاقا، إن الرب الصالح كثيرا ما يشعر، لو صح هيدا التعبير إنه ما يشعر، كأنه عم بتقلها عن مشاعر الإنسان بس عم بتفسرها ليش الله بيتضايق كتير. بس طبعا بعد فترة من العقاب بتصير بتصح لأداء الصلوات، بتصير الله يلهم حتى حدا يصلي له، طبعا من المؤمنين رح يلهمهم. بتقول الله بيتضايق كتير لما يموت الكتير من الراهبات وهن عدمي الأمانة، لا لسبب إلا لأنه كان قد دعا إليه هذه النفوس، عم يدعيها حتى تخدمه على الأرض بأمانة، فما بتخدمه بأمانة فبتذهب دغري هيدي الأرواح، هيدي الرهبات للمطهر الكبير بيسموه، والأمينين بيروحوا فورا عم تحكي هون إلى السماء لتمجيده، وعلى العكس طبعا الباقيين بيروحوا على النفوس بسبب ضعفها وعدم أمانتها بتروح على المطهر الطويل المطهر الكبير. بل ومنها من يمكث أكثر من أهل العالم الذين لم يحظوا إلا بنعم محدودة. يعني بعض الرهبات لعدم أمانتهم بيروحوا بعد على مطرح عقاب أكثر من الناس العاديين، لأن الناس العاديين ما كان مطلوب منهم أمانة مثل ما مطلوب بأمانة الرهبات. انتبهوا على رهبانتكم، هذا محطوط مش من هذا الحكي من هذا الكتاب، وهيدي الحلقة اليوم خلصتها بهذا الفيديو مشان ما طول عليكم، لأنه الجزء الثاني قالوا لي بالفيديو الثاني عملته ربع ساعة كان كتير طويل، فعم جرب يكون مختصر كل رسالة برسالتها من هذا الكتاب. الله.